سي مجدي قبل كل شيء مبروك عليكم ترشح. عايشك مبروك على جماهير النادي الافريقي الكل. كيف شريت المباراة اليوم؟ ريت انا يزمنا نربحوا ربحنا هذا اللي ريتو. ثم بعض الاخطاء التحكيميه والروزمون جات في الوقت الضايع ما كانش عندها تاثير على المقابله، ما اخطاء فاتحه جدا. وبانيول توا شنو طلع؟ هو مش هو مدلس ماهوش مدلس صحيح هو جوار اللي شفتوه اتمنيك علينا عليكم شنو؟ بانيور اللي عندنا سلويلو جوار هو بيدو بانيور الموجود في للعب عمنيول مع ابي ووريرز دونك هو بيدو دونك سؤال يخبي حاجات. لا الجوار صحيح هو بيدو والملف نتاعو مطالبه جامعه النيجيريه باش تدلي بعض الوثائق نهار الخميس نهار 4 فيفري نورمالمون فان دو لا سيمين بروشان اذا احتفظنا به باش يكون كاليفي. وين وصلنا؟ وين وصل النادي الافريقي في بطاقه تاهيل؟ ديارا كاليفي سي نجم يلعب المقابله الجايه. صح. مجدي اخر سؤال، الاحتراز نتاع نجم الرياضي الساحلي فين خلطته؟ يظهر لي الاحتراز موجود توا في الاستئناف لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. بون تشرف عليه مجموعة من المحامين هم اللي لاهين بالدوسي والله ولي التوفيق.